أنا مش آخر يوم امتحان اللغة الإنجليزية الصف الأول. ولا اش وقعتوا من الامتحانات؟ والله شغله زينه وبسيطه. ايش بقى لكم الامتحان؟ ما بقى شيء، هذا يوم اخر. هذا اخر يوم ان شاء الله الامتحانات، ان شاء الله نجاح للجميع، واتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلاب ان شاء الله. بعد 100 مكرتين. ان شاء الله خلصت الامتحانات وما بقى شيء، والتوفيق لكل الاساتذه وقفوا ويانا واللي عاونونا ان شاء الله بكل شيء. ان شاء الله التوفيق لكل التربيه وكل طلابنا. طبعا اليوم اخر يوم بالامتحانات وان شاء الله عدت على خير. نشكر الاستاذ الدكتور على غير حجي عميد كل التربيه على الجهود المبذوله في تذليل العقبات للطلبه، وان شاء الله تقديم المزيد. Thank you.